أحد أبرز المدافعين المتميزين في تاريخ النادي الأهلي. كان يطلق تسديدات صاروخية بقدمه اليمنى التي وهبها الله له لتهز شباك المنافسين بلا رحمة. المدفعجي محمود أبو الدهب واحد من رواد خط دفاع القلعة الحمراء، من أهم مراكز القوة في فترة التسعينيات، استطاع بعشقه للفانيلة الحمراء وبجهده أن يقدم كل ما هو غال ونفيس وأن يرفع راية الأهلي في عنان السماء. انتقل محمود أبو الدهب إلى صفوف الأهلي قادما من فريق المريخ البورسعيدي، والذي لعب ضمن صفوفه موسمين. ويعد أبو الدهب أشهر من ارتدى القميص رقم 19 وأفضل من شغل مركز الليبرو في تاريخ النادي الأهلي، فهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24 بمثابة قاذفة صواريخ دكت العديد من مرمى الخصوم. مثل أبو الدهب مصر والنادي الأهلي في العديد من المحافل الدولية كالبطولات الإفريقية والعربية مع الأهلي وبعض المباريات الدولية مع المنتخب الأول، وكان لاعبا أساسيا بالمنتخب العسكري، وتراجع أكثر من مرة عن الاعتزال وعاد للكرة بعد إلحاح بعض قيادات الأندية مثل المهندس حسن فريد الذي أعاد أبو الدهب بعدما اعتزل بشهور ولعب للترسانة وأدى بشكل رائع. لعب المدفعجي للعديد من الأندية وبدأ مشواره بنادي كفر العلو بحلوان قبل أن ينضم لناشئي الزمالك الذين ندموا على رحيله بعد تألقه مع الأهلي، وبعدها انتقل لنادي المريخ البورسعيدي عام 1990، ثم انضم للنادي الأهلي الذي شهد أداء راقيا لأبو الدهب في الفترة من عام 1993 و1997 قبل أن يترك الأهلي ليحترف بنادي تيرول النمساوي وسط حزن الجماهير الأهلوية. وبعد رحلة احتراف قصيرة بالدوري النمساوي، توقع الجميع أن يعود أبو الدهب لبيته ليقود الدفاع الأحمر من جديد. عاد اللاعب من جديد للدوري ولكن كلاعب للنادي المصري البورسعيدي الذي شهد تألق شقيقه الأكبر مصطفى أبو الدهب في ثمانينيات القرن الماضي. ثم تنقل أبو الدهب بين الأندية فانضم لجولدي الصاعد حديثا للدوري الممتاز وقتها، وقدم أداء راقيا في نهاية التسعينيات، بل وسجل هدفا قاسيا في مرمى عبد الواحد السيد من تصويبة صاروخية كالعادة، أقصت الزمالك من كأس مصر على يد جولدي الصاعد تحت قيادة ابن الزمالك محمد صلاح. بعد جولدي انتقل للترسانة ولعب موسمين رائعين سجل فيهما العديد من الأهداف الصاروخية من الضربات الحرة المباشرة، كان أشهرها أيضا في مرمى الزمالك، ولكن هذه المرة احتضنتها شباك محمد عبد المنصف في الدوري العام عام 2004. ثم انتقل لبلدية المحلة ومن ثم للشمس بالدرجة الأولى قبل أن ينهي مشواره الكروي في هدوء. وبخلاف أهدافه الصاروخية المعروفة، إلا أن أجمل أهدافه مع الأهلي كانت في مرمى الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية في 17 من فبراير عام 1997، وكان هدفه في الدقائق الأولى مفتتحا السداسية الشهيرة بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ كل من واجهه من دفاع الإسماعيلي حتى أصبح في مواجهة لسيد السويركي حارس الإسماعيلي، ثم وضع الكرة بهدوء على يساره بشكل رائع.